رفيق وحيد يفجر قنبلة ويكشف ما حدث في بيت الفاف خلال الست سنوات الأخيرة. أتمنى من أخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل من يدعمني في القناة. رجاء وضع لايك واشتراك أخواتي، في ناس كثير مش مشتركة معي ويحضروا فيديوهاتي، لو سمحت وضع اللايك والاشتراك وفضلا وليس أمرا. طبعا بداية شخص الغناء، كيف وصلنا من اتحادية عند أكثر من 750 مليار سنتيم ورصيد بالعملة الصعبة إلى في ست سنوات إلى اتحادية يعني ثغرة في الدولة 500 مليار؟ فسي تريغراف، لازم نعرفوا علاش لحقنا لهذا الشيء، وين راحت الأموال بأي طريقة، وهل كان هناك سوء تسيير متعمد؟ كاين ملفات كثيرة ما نحبش نتكلم عليهم، ولكن اليوم مادام ترشح وليد صادي وعلى باله بهذه الوضعية لازم يصيب حلول. لذلك انه احنا نتكلم في وضع خاص، ودايرو كان وضع خاص هذه صافي ديزاني، الا في فترة محمد راوة ولينا في وضع صراعات الجمعية العامة. ما تنتخبش على البرنامج، تختار الشخص بناء على حرب موقع على مصالح، وهذا هو يعني خطر، يشكل خطر على كرة القدم الجزائرية.